أيضا تنضم إلينا للمزيد من المتابعة من موسكو دكتورة أولغا كراسناك أستاذة العلاقات الدولية. برحب بحضرتك دكتورة أولغا معنا في هذه التغطية. هل لديك يعني مزيد من المعلومات وفي البداية تعليقك ربما على هذا الهجوم الذي حصل في مركز كروكس منذ قليل؟ ليس لدي أي معلومات إضافية وليس لدي تحديثات، ولكن هذا الحادث وقع منذ قليل. هناك الكثير بالطبع من التعقيدات في هذا الشأن. ربما تكون هناك الكثير من الإصابات والخسائر بالطبع. وكما رأينا في المشاهد هناك الكثير من الضحايا. ربما يتطلب الأمر الكثير من الجهود لإنقاذ من المواطنين والممتلكات، ولقد رأينا تحذيرات من الولايات المتحدة بشأن التحذيرات الموجهة للمواطنين بعدم التواجد في بعض المناطق، فبالتالي يمكن أن نربط بين هذه الأحداث وهذه الهجمات الأخيرة. والأمر يبدو أن هذه التحذيرات من السفارة تدل على التحضير لعمل شيء ما لأجل زعزعة السلام والاستقرار وبث الرعب. ربما يتكون هذا الحادث له إعدادات مسبقة، ولكن ليس لدينا حتى الآن معلومات مؤكدة. ولكن حاليا هناك الكثير من المساعي للحصول على الكثير من المعلومات، وسوف تجرى بالطبع تحقيقات، ولكن مع وقوع الكثير من الجرحى الأمر يصبح مؤسفا. الأمر أيضا يمكن أن يرتبط بالحرب مع أوكرانيا، ولكن لا يمكن أن نفكر في هذا الأمر فقط. ربما تكون هناك الكثير من الأدلة سوف نكتشفها في وقت لاحق. سوف تجرى بالطبع التحقيقات بعد هذا الحادث، وسوف تكون هناك إجراءات نيابية وقضائية وبعض الملاحقات النيابية أيضا للمتسببين في الحادث. لكن الأشخاص الذين كانوا يرتدون الملابس المموهة يمكن تتبعهم من خلال كاميرات المراقبة أيضا. طب دكتورة أولغا، يعني روسيا لم تشهد مثل هذه الحوادث منذ عقدين ربما من الزمن منذ أكثر من 20 عام. بالحديث وأنت تتحدثين عن أوكرانيا، هل هناك توقعات بأن يتم ربما يعني رفع أصابع الاتهام إلى أوكرانيا بما يتعلق بهذين الحادثين في المركز التجاري، ونحن طبعا بانتظار التحقيقات؟ أعتقد ذلك، أعتقد بالطبع ذلك، لأنه خلال الأيام الماضية وحتى منذ بداية الانتخابات الرئاسية التي استمرت على مدار 3 أيام، خلال هذا الوقت كان هناك مئات من الأشخاص القادمين من أوكرانيا حيث توجهوا إلى منطقة بلغراد. بالطبع هناك بعض الاحتمالات أن يكون هناك ارتباط بهذه الأحداث. وعندما مر يومين أو أكثر رأينا الكثير من الهجمات أيضا ضد المواقع اللوجستية والبنية التحتية، وبعد ذلك رأينا هذه الهجمات الإرهابية في موسكو. فبالطبع ربما تكون هناك أصابع اتهام موجهة لأوكرانيا، فبالتالي أعتقد أن السبيل الأفضل هو إجراء التحقيقات، ولكن بالطبع سوف يكون ذلك بناء على التعاون مع الأطراف المعنية كافة. هناك الكثير بالطبع من المسؤوليات التي سوف تكون موزعة على الجهات المعنية، وسوف ننتظر نتائج التحقيقات. بانتظار التحقيقات دكتورة أولغا، أن ثبت وأثبتت روسيا بأن أوكرانيا هي من تقف وراء هذا الهجوم، كيف تتوقعين أن يكون أو أن يأتي الرد الروسي وأن يأتي رد الرئيس بوتين على هذا الموضوع؟
أعتقد أن روسيا بالطبع سوف تستجيب بشكل سريع، ربما ستكون هناك استهداف لبعض الأهداف الأوكرانية والبنية التحتية، وربما تكون هناك كثير من التعزيزات في الجانب الروسي على المستوى الأمني، ولكن سوف يجري ذلك بشكل حذر من أجل ضمان الأمن والسلامة في موسكو وفي كافة المدن في روسيا. فبالتالي بالطبع سوف يكون هناك رد فعل سريع وحاسم، ولكن سوف تجرى في نفس الوقت التحقيقات للتأكد من المتورط في هذه الأحداث، لأنه لا يمكن تحمل أن يتم هذا الحدث الإرهابي في أوساط المدنيين وفي مركز تجاري كما حدث. لابد أن يكون هذا الأمر له رد فعل، ولكن وجهة نظر الرئيس بوتين أعتقد أنه لن يترك هذا الأمر يمر مرور الكرام، ولكن سوف يكون هناك تخطيط جيد لاتخاذ الرد الفعل المناسب. وبالطبع هذا الحدث خطير جدا، ويمكن ربطه بشكل مباشر بالصراع مع أوكرانيا، لأن أي تهديدات في الداخل الروسي متوقع أن تكون من الجانب الأوكراني.